تفقد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحه، كما قام بالمرور على احدى تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزيه والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحاله الفنيه والاداريه للافراد والمعدات، والتقى رئيس اركان حرب القوات المسلحه بعدد من الجنود الذين يقضون فتره الاعداد العسكري بمراكز التدريب، واشار الفريق اسامه عسكر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته، مؤكداً على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية.